اتسمت الشخصية الكويتية بمثابرتها واجتهادها وذكائها وتطلعها دوماً إلى خلق مناخات جديدة في الحياة والسعي الجاد للتطوير. وعاش الكويتيون في ظل نظام إسلامي وسطي منفتح بعيداً عن أي انغلاق أو غلو أو تشدد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا وصف الله نبيه الكريم، وأضاف على هذا الوصف وإنك لعلى خلق عظيم، ووصف أمته صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هنا لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو ولا هم أهل تقصير. الغلو هو مجاوزة الحد في الأمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده الدين الإسلامي. يغلب على ظاهرة الغلو والتشدد الطابع الديني، لذلك علينا أن نعالج هذه المشكلة الموجودة عند فئة قليلة من الشباب استناداً إلى حل شرعي مبني على الكتاب والسنة بالإضافة إلى الحلول الأخرى. الرحمة والغلو لا يجتمعان، لا بالأمس ولا الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن مخاطر الغلو والتنطع والتشدد تصبح كبيرة إذا تجاوز أهل الأهواء بغلوهم الحالة الفردية وتحولوا إلى وصاة على المجتمع، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رداً على بعض مظاهر الغلو في مجتمع المدينة المنورة، فقال محذراً للمسلمين: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا التنبيه النبوي حرص على أن يسود المجتمع الإسلامي حالة الوسطية والقصد في الدين والاعتدال في أخذ أحكام الشريعة، فلا ينحرف المجتمع إلى الغلو الاعتقادي وما يلحق به من انتشار التفكير الأعمى وعزلة المجتمع بسبب عدم فهم النصوص القرآنية واتباع المتشابه من الآيات وتكفير أهل الإسلام وما يترتب عليه من استحلال دمائهم وأموالهم. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في إحدى حلقات برنامج وجهة نظر، والتي بعنوان الغلو والتشدد، والتي نبحث فيها عن إجابات كثيرة لسؤال واحد، ألا وهو: ما علاقة الغلو والتشدد بالإرهاب؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى الغلو والتشدد؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها، آثرنا أن نكون ضيوفاً على فضيلة الشيخ الدكتور بسام الشطي، أستاذ قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة الكويت، لنعرف منه الكثير عن هذه الظاهرة، ونعرف منه كيف نعالج ظاهرة الغلو والتطرف خاصة عند الشباب. دكتور بسام، بداية إذا نوضح مفهوم الغلو وعلاقته بالفكر المتطرف والمتشدد. لا شك أن الغلو هو المقصود فيه أن الإنسان غلا في دينه، يعني انحرف وابتعد وتشدد. فالأصل في الإنسان أنه يأتي بالوسطية. الله عز وجل جعل الإسلام دين وسطي، لا فيه غلو ولا فيه أيضا تساهيل بشكل أنه يتنازل عن هذا الدين. والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. علاقته في التشدد والفكر المتطرف والمتشدد؟ هو بلا شك أن الغلو غلا إنسان، فغلا في الصالحين من إنسان يحترمه ويقدره إلى أن يجعله إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وبالتالي عندما غلوا، الغلو ما هو حديث اليوم، الغلو غلوا في عيسى عليه السلام، غلوا في موسى، غلوا في الصالحين، في عهد نوح عليه السلام. فالمقصد أنه بالغ وزاد من حيث لم يكلف الله تبارك وتعالى، فبالتالي أوجد هذا الفكر أن كل من معي فيعظمه ويجليه، كل من يخالفني فهو عدو.
وبالتالي ما أصبح عنده استعداد أن يسمع للآخرين، فأصبحت مدرسة واحدة. طيب هل مدرستك مبنية على دليل قاطع وبرهان ساطع؟ الجواب لا. فإذا هذا هو التشدد الذي جاء به وأورد الناس المهالك، وأيضا نجدهم أنه فقط عنده ما يراه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فهذا نوع من أنواع الغلو. فغلوا في الصالحين فعظموا هذه القبور الأضرحة، غلوا في بعض الناس وجعلوهم كأنبياء ورسل، غلوا فيهم حتى جعلوهم كإله، وغلوا في أن هؤلاء الناس الذين يبايعونهم ويعملون لهم الهالة القدسية هم الذين يتصدرونهم، هم الذين سيكونون في ظنهم، نعم، هم الذين يكونون في النقاش مع الله تبارك وتعالى. يعني مبالغة في أمور يعني ما هي صحيحة، وأكيد في أسباب أدت إلى هذه المبالغة والتشدد. صحيح. إذا توضح لنا دكتور. أول سبب هو أنهم جهلة، تركوا العلم، ولذلك الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. النقطة الثانية أنهم أخذوا هذا العلم من الكتب أو من بعض الناس وتركوا العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. الأمر الثالث أنهم عاشوا في عزلة فاعتقدوا أن هذه العزلة هي الصواب، ما يصلي إلا من يثق فيه، ولا يأخذ العلم إلا كذا، ما يجالس إلا كذا، فتركوا المساجد وذهبوا إلى الصحراء وتركوا الحلال ونطعوا فيه. أيضا بدأوا في قضية الكذب، لأن بدأ يكذب على أمه، على أبوه، على المجتمع، بدأ يتشدد، هو نفسه صاحب الفكر المتطرف. صحيح، نعم. وبدأوا انزلوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، وأيضا كانوا يدعون أهل الأوثان يتركونهم ويكفرون أهل الإسلام، هذه المدرسة خطيرة جدا. نعم. وبالتالي عندهم ما عندهم مجال لقضية اللي هو الترغيب، ولا أيضا عندهم مجال للدعوة التي هي أحسن، وأيضا كانوا يصنفون الناس فكان يعطيك صك، أنت من أهل الجنة وأنت من أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذه جزء من الأسباب. كذلك ما عنده استعداد يقبل منك نصيحة، لأنه يراك أنت كافر، ما يصلي خلفك مهما بلغت. طيب، وبالتالي يتشددون في بعض الأمور، خلينا نقول إحنا الهامشية، ويتركون جوهر هذا الدين ألا هو وحدانية الله عز وجل. طيب دكتور، يعني ذكرت نقاط مهمة وواضحة وراسخة للأمانة، دور العلماء في تحصين الشباب المسلم من هذه التجمعات، من هذه الأفكار، من هذه المنظمات ذات الفكر المتطرف. جميل. هو العالم فقط عليه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والنطاق الذي يعيش العالم هو نطاق المسجد، خطبة، موعظة، نصيحة. قد يطلع مثل هذا البرنامج الطيب ويبدي يعني بعض هذه الملاحظات، كذلك قد يخالط الناس في مجتمعاتهم وكذا، وأيضا هو ما يملك إلا اللسان والقناعة. إنزين دكتور، يعني الشرع الدين كيف عالج الغلو والتطرف؟ هو الإسلام عالج الغلو والتطرف بعدة جوانب. الجانب الأول هو أنه فتح مدارس للتعلم، العلم لا يؤخذ من الكتب، لابد أن يؤخذ مشايخ، ومو كل واحد طلع بالتلفزيون صار أصحاب اختصاص. اي بالضبط، لابد ان يكون عالم رباني، والله عز وجل يقول كونوا ربانين ما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون. الامر الثاني هو المناقشه والمحاوره، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. الامر الثالث هو فتح مجال التوبه والمناقشه ورجوع الى خلينا نقول احنا حضيره الاسلام، وايضا يكون الإسلام عالج هذا الموقف بأن الصحبة الصالحة، ما تماشي أحد إلا في هذه الصحبة الصالحة. الأمر الخامس هو أن لا يكون بيعة. إحنا الإشكال الذي يحدث في هذه الجماعات التي تدعو للتطرف في قضية البيعة، عينونهم مسؤول خلاص صار هو الكل بالكل، بايعتك. إيه، فيضع يعني اسمح لي على المثال هذا، لا لا تفضل، يضع عقله وقلبه تحت رجله، وبالتالي كأنه أعمى، والثاني يمشيه يمين أو شمال فيوقع إلى المهالك، وهذه أكبر مشكلة تحدث.
الإنسان حر، وبالتالي الله عز وجل راح يحاسبك يوم القيامة على أفعالك وأقوالك ومعتقداتك. فلا بد الإنسان أن يعرف أن هذه المساحة هي التي راح يسأل عنه يوم القيامة. ما راح ينفعك لا هذا الذي بايعته، ولا اللي جعلته خليفة المسلمين، ولا اللي اعتقدت أن لها قدسية. عملك الصالح في النهاية ما يبقى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أستاذ قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي، شكرا لك. بارك الله فيكم. شكرا. بعد لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور بسام الشطي أستاذ قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة الكويت، نجد أن مفهوم الإرهاب يستعمل بمعان ملتبسة ومضامين مختلفة، فكل طرف سواء كان نظاما سياسيا أو فاعلا اجتماعيا أو باحثا أو مثقفا له معنى ومدلول خاص به، ومهما بذلنا من جهود في عملية التحديد فإن مضامينه تظل مسألة خلافية، كما اتضح لنا جليا أن ارتباط الإسلام بالإرهاب ارتباط لا أساس له من الصحة، وأنه من العار أن يرتبط مفهوم الإرهاب بالفكر الإسلامي، فالإرهاب لا دين له، كما أصبح ظاهرا أن خطورة ظاهرة الإرهاب واقعا مفروضا وليست حالة وقتية طارئة جراء الإخفاقات والفشل في التعامل معه، فضلا عن الاندفاع وراء العواطف والشعارات سواء كانت دينية أو غيرها. لذلك توجهنا بالأسئلة إلى الدكتور محمد حسن الصوان، عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية التربية الأساسية، ووجهنا له أسئلة عديدة حول دور الدولة في حماية أبنائها من ظاهرة الغلو والتشدد التي تصيب بعض الشباب، وكيف نوجه الشباب نحو منهج الإسلام الوسطي، وسألنا عن كيفية استيعاب الشباب وإطلاق طاقاتهم لتخدم الوطن. دكتور محمد، إذا نوضح كيف باستطاعتنا الحفاظ على الشباب من خطر الانحراف الفكري؟ أحسنت. أولا في محاور مهمة جدا تعملها الدولة ومنشآتها التعليمية للحفاظ على الشباب من الانحراف الفكري. أولا يعني أنا أقصد طرف الانحراف الفكري، انحراف فكري ديني، انحراف فكري اجتماعي، انحراف فكري يعني أسري، كثير من أنواع الانحرافات الفكرية يعني تطرأ على الشباب، سواء فكر التكفير، فكر الإلحاد، فكر الحرية الزائفة يعني يتصرفون، هذه كلها انحرافات فكرية. فالدولة مشكورة يعني جعلت هناك وسائل ومؤسسات تعليمية تقوم هذا الانحراف. أول وسيلة أو أول خطوة أن يتعلم نعلم وننورهم بالعلم الصحيح والمفاهيم الصحيحة حتى نحافظ على أبنائنا الشباب وأبنائنا الطلبة، فيكون أول خطوة أن نعلمهم العلم الصحيح حتى نحافظ عليهم. الأمر الثاني نحذرهم من هذه الأفكار المنحرفة. نعم. أما الأمر الثالث متابعة الساحة بما يستجد من أفكار منحرفة. يعني في السنوات الماضية قبل 20 سنة ما كنا يعني يوجد فكر تكفيري، الآن طرأ انحلال فكري أو انحراف فكري جديد هو الإلحاد، فنتابع ما يستجد على الساحة حتى نحافظ على شبابنا. دكتور، مسألة وقت الفراغ من المسائل التي تكاد ترتبط دائما في الشباب، وأن وجود وقت فراغ قد ينعكس عليهم على سلوكهم على أخلاقهم بطريقة ما، وقد يكون مدخل أن يتبنى أفكار متطرفة أو أن يستغلهم أصحاب الفكر المتطرف والمتشدد. دور الدولة في حماية وشغل وقت فراغ الشباب. أحسنت. الفراغ لدى الشباب هو أول خطوة إلى الانحراف الفكري، إلى الانحراف الأخلاقي، إلى الانحراف الأسري، إلى الانحراف الاجتماعي، إلى أي انحراف هو بدايته الفراغ. النفس اللي لم تشغلها في الطاعة شغلتك بالمعصية، هذه يعني مقولة قديمة جدا، فنشغلهم حتى لا ينحرفون. أصحاب الانحرافات الفكرية والانحرافات الاجتماعية والانحرافات النفسية إلى أصحاب الانحرافات وأصحاب الهوى دائما يستقطبون ويركزون على الناس الفارغة التي ليس لديهم عمل، فهم صيد سهل لكل صاحب هوى وصاحب انحراف. فالدولة مشكورة جعلت أندية رياضية، جعلت مدارس تقوية، أندية مسائية لجميع المراحل من الابتدائي إلى الثانوي،
بل أكثر من الثانوي جعلت هناك مراكز رياضية، مراكز تعليمية للطلاب حتى تشغل هذا الفراغ. إلى ذلك إلى منهج واضح في كل منشأة وكل محطة تعليمية لتعليم أبنائنا الطلاب حتى لا يعيشوا الفراغ، لأن الفراغ هو أول خطوة إلى الانحراف، سواء انحراف فكري أو إلى غير ذلك. ماذا على الدولة أن تفعل للشباب كي يكونوا أبعد ما يكون عن الفكر المنحرف؟ الدولة أولا تستقل استقلالا كاملا لوسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، تنبه وتحذر الشباب من خطر هذا الفكر، سواء فكر الإرهابي، فكر التكفيري، فكر الانحلالي، الإلحادي. هناك يعني كل سنة يخرج لنا فكر مختلف، فكر يعني من الأفكار المنحرفة. فالدولة عليها أولا تتابع الساحة وتنبه وتحذر الشباب من خطورة الانجراف وراء هذه الأفكار المنحرفة، سواء إعلاميا، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على أرض الواقع بإنشاء المخيمات، بإنشاء المحاضرات والندوات. نعم. عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية التربية الأساسية الدكتور محمد حسن الصوان، شكرا لك. حياك الله. بعد أن التقينا مع الدكتور محمد حسن الصوان عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية التربية الأساسية، لا زال هناك بعض التساؤلات. لماذا يغالي بعض الشباب بكثير من الأمور أو الأفكار؟ إن الغلو والتطرف ليس نتاج شخصية محددة، الشخصية بذاتها لا تكون تطرفا، فتطرف منهج فكري أكثر منه حاجة نفسية، والتطرف فكر بذاته ينتقيه أفراد وينجذبون إليه لأسباب اجتماعية بشكل أساسي. ومن هنا آثرنا أن نكون ضيوفاً على الدكتورة أحلام العجمي، دكتورة في الفلسفة الإسلامية، لنسأل عن رأيها في ظاهرة الغلو والتطرف، وحاولنا أن نعرف إذا كان هناك أشخاص لديهم استعداد مرتفع عن غيرهم للانحراف نحو التيارات المتشددة. دكتورة، حوارنا حول الغلو والتشدد، هل يعد اليوم التشدد والغلو الفكري أو أيا كان تحت الإطار اللي ندرج عليه هذا الغلو اضطراب نفسي؟ من المؤكد أن الاضطراب النفسي نقدر نقول أنه هو مسلك، سمة حق شخصية غير سوية، وبالتالي الشخصيات اللي عندها أو تعاني من الاضطراب النفسي لا شك أن هي إذا وجدت سبيل ميسر للغلو أو للتطرف الديني أو التطرف الفكري بالتأكيد راح تسلكه. وهل هناك ما يسمى بالشخصية المتطرفة؟ الشخصية المتطرفة لا تستطيع أنك تحصرها حتى كما يعني يتوارد للذهن بشكل سريع، اللي هو التطرف الديني. الشخصية المتطرفة قد تكون شخصية متطرفة من ناحية اتخاذ القرارات، شخص متطرف من حيث مشاعره، شخص متطرف في ردة فعله، شخص متطرف في فكرة، في منهجة، في كل ما يدور من حوله. هو أي حالة يواجهها يكون إكستريم، ردة فعله تكون إكستريم. إذن الشخص المتطرف يعاني من ردات فعله، من نوباته الانفعالية، يعاني من عدم قدرته على اتخاذ قرار سليم، لأنه هو وايد متطرف في اتخاذ قراراته. هل هذه تعتبر سمات الشخصية المتطرفة أم هناك سمات أخرى؟ ممكن نضيف حق هذه أيضا أنه أسريا غير متزن، لا يستطيع أنه يكون علاقات صداقة وناضجة، لا يستطيع أنه يكون علاقات أسرية بعيدة المدى طويلة كزواج وغيره، لا ما عنده قدرة أنه يربي أولاده بطريقة سوية. تجد النوعية هذه من الناس اللي هي شخصيات المتطرفة أحادي التفكير أحادي الاتجاه، تلقى أنه يعاني، ما عنده علاقات باللي حوله، ودائما هو مضاد للمجتمع في كل ردود أفعاله، حتى في التفكير الداخلي دائما عنده هذا التفكير. بناء على ما ذكرتي دكتورة من نقاط مهمة، هل هناك علاقة ورابط ما بين الشخصية المتطرفة والعنف وسلوكيات الإرهاب؟ خلينا نسمي الإرهاب أول. الإرهاب لما نقول كلمة إرهاب ومنتشر حتى في دعاية بالتلفزيون تقول الإرهاب لا دين له،
كل التركيز اللي قاعد نشوفه على الساحة هو الإرهاب المقصود فيه الإرهاب الفكري، الإرهاب الديني المتشدد، علما بأن الإرهاب قد يكون إرهاب نفسي، إرهاب الكلمة، إرهاب القلم. يعني هناك صور متعددة ومختلفة للإرهاب. إذن طبعاً أنت عندك إرهاب نفسي، إحنا عندنا حالات معنفات أسرية، المعنفة هذه تعاني من إرهاب الزوج. لكن إذا بنرجع مرة ثانية ونقول الإرهاب الديني المتطرف، إذا كان هذا هو المقصد من السؤال، إذا الشخصية المتطرفة لها علاقة بالإرهاب؟ إيه طبعاً لها علاقة بالإرهاب. لما نأخذ شخصية مثلاً على سبيل المثال الشخصية السيكوباتية، نعم. الشخص السيكوباتي أساساً يميل إلى الإجرام. إذا وجد في الفكر المتشدد أنه ممكن يمارس إجرامه من خلاله، راح يروح مع الفرق الضالة والناس اللي تشيل السلاح وتقتل دون أي سبب لمجرد فكر معين. نستطيع أن نقول مثلا على سبيل المثال الشخصية الاعتمادية، الشخصية الاعتمادية نقول شاب في مقتبل العمر عمره 25 سنة يتميز بهذه الشخصية، لو وجد محضن حقيقي عند الجماعات المتطرفة والمسلحة راح يروح لهم. ليش؟ لأنه اعتمد عليهم في قضاء كل ما يتمنى. خلنا نأخذ مثلا الشخصية التجنبية، هذه الشخصية هي سمة أنه يتجنب كل شيء. هذه الشخصية غير مستهدفة لأنه هو أساسا ما ينخرط مع المجتمع. إذا كل شخصية مضطربة لها سمات معينة ممكن من خلالها أن أنا أستقطب الشخص. إذا كان الشخص المتطرف يجد غايته ويجد ما يشبع نقاط الضعف في شخصيته في الجماعات المتطرفة راح يرجع لها. هل هذه السمات اللي ذكرتيها لعدة شخصيات هل تعتبر هي سمات وصفات تميز الشخصية المتطرفة عن غيرها؟ أم هناك ما يميز الشخصية المتطرفة عن غيرها؟ أحياناً سادي الفاضل يكون عندك معك شخص في البيت، ولد اليران، موظف في العمل، تجد إنسان خلوق وهادي جداً وما يبين عليه أنه هو شخص متطرف، سواء تطرف فكري ديني، تطرف نقول في مشاعره في ردات فعله، جدا هادي لكن داخله بركان. متى يظهر على السطح؟ لان هناك سمات نقدر نشوفها بسهوله، وفي سمات ما تقدر انك تكتشفها، لازم تكتشفها بعد فتره. فجاه تلقى انه والله انساق نحو جماعه معينه مثلا متطرفه. من ابرز السمات اللي من السهل انك تلقاها لما تلقى شخص مع الأسف ما عنده صداقات، ما عنده علاقات، دائما بروحه، انطوائي، عنده عزلة، ما عنده قدرة على اتخاذ قرار، وتلقاه أيضا ضد المجتمع، ضد القيم الثابتة في مجتمعنا، تلقاه دائما ساخط على المجتمع. هذه السمات أيضا تكون ظاهرة أحيانا. هل الغلو والتطرف والتشدد الفكري هو نتيجة اضطراب فكري محدد واضح، أم نتيجة التعامل مع متغيرات سياسية اجتماعية اقتصادية؟ في الحقيقة هو الاثنين. أحياناً تجد شخص يتسم بالشخصية المتطرفة، خلينا نقول الشخصية السيكوباتية مثلاً، وتجد أن أيضاً ظروفه صنعت هذه الشخصية، وتلقاه مع التغيرات ووجد متنفس في الجماعات المتشددة فيلجأ لها. احيانا يكون شخص ما هو شخص مضطرب ولكن عنده حاجه معينه ووجد في هذا الفكر المتشدد ما يشبع حاجته يلجا اليه. اذا هو الاثنين، ولكن كلاهما يؤدي الى الاخر. هل هناك فئه من المجتمع او الشباب او فئه معينه من الافراد عندهم استعداد مرتفع او جاهز لقبول الفكر المتشدد المتطرف، الانجراف خلف هذه الجماعات، هل البيئه المحيطه لها علاقه وتساعد على هذا الشيء ايضا؟ نعم، بالتاكيد هناك شباب وشابات ممكن استقطابهم دون غيرهم، ويكونون مثل ما احنا نقول صيده للفكر المتطرف او للجماعات المتشدده. تجد ان لما تفتش في خلفيتهم، حياتهم السابقه، تجد أنهما إما من أسر مفككة أو تعرضوا حق ظلم أو فقر للأسف، وما استطاعوا أنهما يجارون الحياة الرفاهية اللي حولهم، قهر مجتمعي،
كثير من الأمور يعني أنا قاعدة أحاول أني أنا أحصرها لكم. والظروف المحيطة، البيئة، أحيانا يكون أيضا عدم فهم المجتمع لهذا الشاب، رغباته، سخط العام على الوضع العام أو سياسة البلد العامة، سخط العام على وضع معين يحيط بالبلدان اللي حوله. هذا يؤدي، وشفنا حالات يؤدي إلى أنه يلجأ إلى جماعات متشددة أو مثل ما نقول إحنا متطرفة تحمل السلاح. دكتورة الفلسفة الإسلامية دكتورة أحلام العجمي، شكرا لك. العفو، حياكم الله. شدد الإسلام على حرية الدين والمعتقد باعتبارها أرقى صور الحرية الفكرية وأشدها حساسية. فقد قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وبالحديث النبوي: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. التمسك بالدين لا يعني التطرف ولا يعني الغلو، لذلك لابد من معرفة ديننا بعيداً عن التلقين والقوالب الجاهزة. التشدد والغلو خطوة تؤدي إلى التطرف، والتطرف يؤدي إلى الإرهاب. من العلامات المبكرة لظهور التطرف لدى الشباب الغلظة في القول والتجرؤ على العلماء والشخصيات العامة والمكابرة وعدم العودة إلى الحق والاستهزاء بكل من يخالفه الرأي. وما نود قوله في ختام حلقتنا أن التطرف ليس خاصية دينية، وإنما ربما حدث في أي منحة من مناحي الحياة طالما وجدت الظروف الملائمة لظهوره.